الحقيقة مهرجان العالمين معودنا دايماً أنه كل يوم في أحداث مختلفة عن اليوم اللي قبله، فخلونا دلوقتي نروح لجمانة ماهر من العالمين الجديدة نعرف منها آخر المستجدات هناك، إيه اللي بيحصل، الفعاليات النهاردة عاملة إزاي. مساء الفل عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا فسنت، ومساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدين القناة الأولى في كل مكان. أنا معاكي النهاردة من على ممشى العالمين. الحقيقة إن احنا لسه بنتابع معاكم طبعا فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية، ولسه زي ما انتي كده سامعة معايا صوت الموسيقى في فعاليات موجودة على الممشى. زي ما كنا بنتكلم معاك يا بسنتو مع السادة المشاهدين، من امبارح بدأت فعاليات وزارة الثقافة في بدء عروضها. كان من ضمن هذه الفعاليات كان بدأ امبارح كانت فرقة الحرية وأيضا فرقة التنورة، والنهاردة لسه في عروض أخرى مكمل معانا عرض السيرك، وبكمل كمان فرقة التنورة، وهيبقى في كمان فرقة أخرى للإيقاعات الشرقية. في تفاصيل كتير جدا يا بسنتو، في عروض كتير جدا بدأت ولسه بتتوالى العروض، وهذه العروض مستمرة كمان على مدار أيام المهرجان. وأنا كنت سامعاكي وأنت بتستعرضي أجندة فعاليات المهرجان، وصلتي لغاية حفلة الهضبة يوم 9 أغسطس، بس خليني أكرر تاني على السادة المشاهدين بعض الفعاليات ضمن هذه الأجندة عشان اللي ما حضرش شنطته يلحق يحضرها، عشان في حاجات كتير قوي الأسبوع ده. يعني في طبعا حفل القيصر كاظم الساهر هتكون يوم الخميس اللي جاي، كمان حفل الفنانة ماجدة الرومي طبعا والمايسترو نادر عباسي هيكون يوم الجمعة، في كمان بدء مسرحية فيلم رومانسي، بدء عرض مسرحية فيلم رومانسي، في كمان بطولة كرة السلة والسكاي سبورتس لسه مكملة معانا، وكمان ومنطقة الحيوانات الأليفة لسه مكملة طبعا على مدار أيام المهرجان. في فعاليات كتير جدا جدا يا بسنت، حقيقي احنا حتى عايزة أقول لك يا جمانة كمان استعرض معاكي ومع الساده المشاهدين كل الفعاليات. عايزه اقول لك كمان ان حفل سعاد ماسي كمان التذاكر ليها تم طرحها على موقع تذكرتي، فكل محبي سعاد ماسي دلوقتي يقدروا ان هم يدخلوا على موقع تذكرتي عشان يحجزوا التذاكر. كمان الفنان الكبير حمزه نمره اللي في الحقيقه ليه جمهور كبير جدا في الوطن العربي مش بس في مصر، كمان التذاكر بتاعته موجوده على موقع تذكرتي. جمانة، امبارح ردود الفعل على السوشيال ميديا كانت ايجابيه جدا للسيرك والتغطيه يمكن اللي احنا عملناها لوجود افراد من السيرك في مدينة العالمين اللي كانوا موجودين، فاحكي لي النهاردة الفعاليات هتكون عاملة ازاي، الإقبال عندك عامل ازاي، مع ان النهاردة يمكن يوم في نص الأسبوع لكن لسه شايفين وراكي ناس، احكي لنا أكتر عن الإقبال عامل ازاي. الحقيقة بسنت يعني الإقبال خلينا نقول حتى الآن متوسط، لكن المتوقع زي ما حصل امبارح بالظبط هتلاقي كمان الإقبال بيزيد. يعني احنا شوية بشوية، احنا كنا موجودين هنا من بدري الحقيقة والإقبال كان أخف من كده، بس بيزيد الحقيقة في وقت قليل جدا، فلما يعني نتقابل مرة كمان اللينك اللي جاي هتلاقي ان العدد زاد قوي، في ناس كتير جدا كانت حريصة انها تحضر وتشوف هذه العروض، لانه بجد التفاعل مع الجمهور حقيقي بيبقى حلو جدا، وحقيقي بيبقى كمان في بهجة كده في المكان، والناس تبقى متفائلة ومبسوطة طول الوقت، حتى الأولاد هنا بيلعبوا كورة، بيلعبوا بيركبوا عجل، فمكان حقيقة هايل لتواجد أسرة كاملة هنا. أي كل واحد اللي بيحب حاجة، اللي بيحب العروض التراثية والعروض الفنية هيتبسط، واللي بيحب يركب عجل أو يلعب كورة هيتبسط كمان، اللي بيحب يبقى قاعد شايف منظر البحر او حتى حابب فكره انه الجو فعلا حلو قوي دلوقتي برده كمان هيبقى مبسوط. طيب يا جمانة احكي لي كمان عن اللي هيكون في حفل سعاد ماسي، الاقبال العربي، يعني احنا زي ما احنا عارفين ان مدينه العالمين الجديده بتستهدف جذب سياحه مختلفه او يعني جذب سياح من جميع انحاء العالم كله، لكن احكي لي عن الاقبال العربي، السياحه العربيه عاملة ازاي؟ خليني اقول لك ان في نسبة اشغال عالية جدا الحقيقة من اشقائنا العرب موجودين بقوة، وعايزة اقول لك ان هم كمان متابعين جيدين جدا لأجندة المهرجان، مهرجان العالمين، بيتابعوا أخبار الكونسرتس أو الحفلات الغنائية اللي بتكون موجودة، وحتى يمكن التفاعل على موقع شركة تذكرتي أول بأول زي ما أنت اتكلمتي. يعني في حفلة الهضبة عمرو دياب مثلا التذاكر بالفعل المرحلة الأولى خلصت، ده نظرا للمتابعة الحقيقة جيدة مش بس من قبل السائحين العرب لكن حتى من قبل المصريين، الناس متابعة بشكل جيد جدا وبشكل دوري
صدور التذاكر على موقع شركة تذكرتي، وفي حفلات كتير جدا يا بسنتو، في كمان مفاجآت بتبقى موجودة على المسرح. يعني برجوع زي ما انت اتكلمتي على حفل سعاد ماسي، يعني سعاد ماسي هيكون معاها كمان في نفس اليوم اللي هو يوم 16 أغسطس حمزة نمرة ومسار إجباري وسعاد ماسي، فاليوم هيكون يوم مش عادي. يعني الحفلة دي فكرة تجميع كل الفنانين دول موجودين في يوم واحد على مسرح واحد، أعتقد ده لو بيعكس فهو بيعكس قوة المهرجان والزخم كمان القوي لمهرجان العالمين، وحضور الفنانين أكيد كمان هم حابين إن هم يكونوا مشاركين ضمن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية بسنت. ففي الحقيقة مفاجآت كتير جدا في الفعاليات الرياضية موجودة، وكل يوم الإقبال عليها بيزيد الحقيقة، إن كان البادل، الباسكت بول، البيتش سوكر، البيتش فولي بول، الرالي، حتى السكاي سبورتس، كل الحاجات دي عليها إقبال وفعاليات كتير جدا. يمكن حتى المسرحيات هيكون في عروض مسرحية مختلفة، إحنا اتكلمنا مع حضراتكم على مسرحية عرض فيلم رومانسي، في مسرحيات تانية كتير وهتتعرض على مدار ايام المهرجان. فبسنت اعتقد ان احنا محتاجين ايام كتير، يعني ايام كتير قوي، وقت كتير قوي عشان نقدر بس نلخص للساده المشاهدين كم الفعاليات اللي موجوده على هامش فعاليات معانا. بصي يا جمانة، احنا معانا وقت يا بسنت، معانا هنرجع لك تاني يا جمانة، اعتبر ده وعد. طيب وعد. هنرجع لك تاني عشان اكيد تغطي لنا باقي الفعاليات اللي هتحصل النهارده، وبنشكرك طبعا يا جمانة، وزي ما انت اتكلمتي من شويه انه حفل سعاد ماسي، حمزه نمره، ومسار اجباري، كل واحد فيهم ليه باع كبير جدا من الاعمال الفنيه المهمه جدا وجمهور كبير قوي، فاكيد ده هيبقى حفل مميز جدا. نشكرك يا جمانة مره تانيه.